معانا حالة حركات لا إرادية في الوجه. الحالة دي ما شاء الله الله أكبر عملت معايا جلستين اتنين بس، عملنا تمارين بشكل معين هدينا الحركة اللا إرادية، كان وشها بيتحرك بشكل سريع جدا، وعملنا تمارين بشكل معين، عملنا أجهزة بتساعد على ارتخاء العضلات المتوترة دي. ده بيبقى نتيجة لوجود مشكلة في المخ بتعمل الحركة اللا إرادية دي. طبعا الحركة كانت على الجنبين بشكل عنيف جدا، ما شاء الله الدنيا هديت بعد جلستين. عملنا لها في الجلسات تمارين بشكل معين هدت الحركة. احنا عملنا جلستين، المفروض نعمل 6 جلسات، الدنيا هديت جدا. ايه الاخبار يا حاجة؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله احسن كتير. لا كتير الحمد لله، جيت كل الوش بيه كان حركة لا إرادية فظيعة. الحمد لله ما شاء الله. ده انا رحت لدكتور 4 دكاترة. الحمد لله. يشبه في مصر كل يوم في دكتور ما عملوش لي حاجة. الحمد لله. لكن اول ما عملتي، احنا المفروض نعمل 6 جلسات، احنا عملنا جلستين، حبينا نصور لكم، شايفين الدنيا ما شاء الله عامله ازاي. هي قالت لي انا احسن كتير الحمد لله. كمان النهارده احنا عملنا جلستين، وهنبدا نعمل برضو حقن عيوني بجهاز امريكي، هندخل كده علاجي يساعد اكتر في ارتخاء العضلات المتوتره دي ان شاء الله. ما شاء الله هي كده، ده كده يا جماعه ما شاء الله تاثير الجلستين اتنين بس اللي احنا وصلنا له. هي كانت جايه لي مش عارفه تتكلم، صح الحمد لله، مش عارفه تتكلم ووشها بيتحرك من الناحيتين. الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك لك، الله يخليك يا رب. الحمد لله. لما صور من اخر الدنيا جينا عشان تسمعنا. الحمد لله. بيكي ما شاء الله عليك. المهم النتيجة مبسوطة؟ الحمد لله. الحمد لله. ده كان علاج يا جماعة للحركات اللا إرادية نتيجة إصابة في المخ، ما شاء الله اللهم بارك زي ما احنا شايفين. الحمد لله الحمد لله يا رب. أهم حاجة إن أنتِ مبسوطة وعلى دماغي إن أنتوا جايين من آخر الدنيا. يا حبيبتي الله يخليك، الله يبارك لك، الله يخليك. زي ما احنا شايفين أنا كمان بخليها تتكلم عشان تشوفوا ما شاء الله والضحكة ووشها ثابت إزاي ما شاء الله. كانت حركات لا إرادية فظيعة على الناحيتين. وما شاء الله احنا عملنا كده جلستين بس، لسه فاضل لها المفروض 4 جلسات، ولسه كمان هنعمل الحقن العيوني ان شاء الله. يعني كده احنا بنوريكم النتيجه بعد جلستين، هي شايفين ما شاء الله عامله ازاي. ان شاء الله لما نكمل اشوفه احسن من كده ان شاء الله. كمان ما شاء الله. بس احنا ما شاء الله في جلستين احنا جلستين الدنيا هجت خالص، كنتش كده. كنت تعبانه خالص الحمد لله. كانتش عارفه يعني والله. 4 دكاترة في الاسبوع، ما فيش حاجه، ما حدش عمل لي حاجه، كله زي ما انا، كله زي ما انا، رجع زي ما انا. لك الحمد لله من جلستين ولسه الحمد لله. احمد ربنا وبارك لك يا بنتي. مبسوطه؟ ربنا يبارك لك الحمد لله. الحمد لله. ربنا يبارك لك، ربنا يديك الصحه والعافيه. ده انت في الناس اللي بره شوفي سبحان الله. الحمد لله. جايينك الناس من اخر الدنيا. ربنا يخليكوا ليا، رجعني عند حسن ظنكم دايما. الله يخليك يا حبيبتي، الله يبارك لك، الله يخليك. ربنا يخليك. زي ما انتم شايفين بتتكلم وشها ثابت وزي الفل الحمد لله. الله اكبر عليك. الله يخليك، الله يبارك لك يا رب. حبيبتي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي، ولسه كمان مكملين، تبقي اكتر واحسن. نكمل ان شاء الله. ان شاء الله. الله يا رب.